السلام عليكم، معكم محمد الزجاري من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك الحجب. احنا هنا في الطريق على الطريق الاقليمية رقم 707 اللي حاليا راها حابسينها في وقف في وجه ديال العموم، لان تولوج شي شويه الطريق شي شويه خايبه. كسيحة تولوج راهم على الطريق من الخمسة الصباح وهما خدامين، والناس كندوزوهم بار كونفوا، يعني كل واحد 30 دقيقة ولا كيجي كاميو وكنطلقوا الناس كيمشيو معاهم. هادشي اللي كاين. اولا من جيتو نتوما؟ من جاي من سلا. سلا اييه. بغيت ديرو زياره الافران ان شاء الله ونرجعو بحالنا. كيفاش لقيتو الطريق؟ كيفاش الاجواء؟ لا الطريق مزيان حتى هنا تحبسنا. ولكن عادي قال لك هنا كيديروا كوفه على اساس ماشي باقي ما عرفنا والو. هذه واحد نص ساعه حنا واقفين ما قلنا والو. الساعه هادشي اللي قالوا لنا كيديروا شي واحد باش يدينا. نص ساعه من الساعه يكفى بكفى، وحنا ان شاء الله واحد ندوز واحد النهار ونرجعو بحالنا صافي. خويا جايين من كازا خويا، جينا بغينا ندوز هذا الويكاند هنا. الساعه كتبان لي الطريق مطرقه وان شاء الله غتيسر الامور. قال لي هذيك الجرافه ونصبر شويه ماشي مشكل. اصلا حتى هنا الدنيا زوينه، بادي مسقعوينه. شوف هذا القنش ما كتابش لينا خويا، راه ما عندنا ما غنديرو. حتى المخزن عارف مصلحه ديال الشعب والسلامه هي الاول حاجه.